شكرا ابو وش سمح كريم. كريم ده شعله نشاط ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى فرحه ويعمل شغل زي الفل باذن الله تعالى. كريم احمد وكمان شفت في الصوره الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان موجود مع المجموعه. طيب ارحب باثنين عزاز جدا عليا سواء كنت وانا بلعب او حتى وانا مسؤول بيننا وبين بعض يعني حاجات لطيفه ظريفه لكن في النهايه في اطار الادب والاحترام كامل. معايا ومعاكم كابتن احمد عوده الحكم الدولي. مساء الفل وحشني والله فينك. ربنا يخليك. مساء الورد. كل سنه طيب وانا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده وان شاء الله كلنا النهارده اهلي كل مصر اهلي ان شاء الله وانا موجود وبلعب في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد المصري. كلام جميل. واحد من احسن الحكام المساعدين مش مساله في تاريخ مصر بس بل في افريقيا بشكل عام. يعني عشان يحسب واحده باستثناء واحده كانت في ماتش ودجله الله كان الله مش عايز الله حاجه من سطان مش عايز تنساها يا كابتن. كابتن ايمن دجيش مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سعيد. انا سعيد ان انا بتواجد النهارده لاول مره في قناه الاهلي وسعيد اني موجود مع حضرتك ومع الكابتن احمد وباذن الله كل مصر النهارده في اخر اليوم باذن الله نكون كلنا فرحانين بفوز الاهلي بالبطوله عن استحقاق باذن الله يعني يا رب ان شاء الله الرحمن. قبل ما استعرض مع حضراتكم الحكام وشخصياتهم وكيفيه ادارتهم ومعايير اختيارهم من الاتحاد الافريقي قلبي بيوجعني نشوف تقرير ونرجع مع كابتن احمد عوده وكابتن ايمن دجيش. ولد الحكم الإثيوبي بأملاك تيسيمبا في 30 من ديسمبر عام 1980 في مدينة أديس أبابا. بدأ مشواره التحكيمي في عام 2013 وحصل على الشارة الدولية بعد ذلك بست سنوات في 2009. أدار أول مباراة دولية في 2010. أدار الحكم الإثيوبي 5 مباريات للنادي الأهلي على مدار تاريخه. كانت الأولى أمام البنزرتي التونسي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال إفريقيا 2013 انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. أما الثانية فكانت ضد الإفريقي التونسي في شهر مايو من عام 2015 وذلك ضمن منافسات ذهاب دور 16 مكرر بالكونفدرالية وانتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف. المباراة الثالثة التي أدارها تيسيمبا للأهلي كانت أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين. أخيرا أدار الحكم الإثيوبي آخر مبارتين للأهلي خلال الموسم الحالي لدوري أبطال إفريقيا إذ كانت أولاهما في إياب الدور 32 أمام مونانا الجابوني وانتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 3 أهداف لهدف. الثانية كانت في ذهاب النصف النهائي ضد وفاق سطيف وانتهت لصالح الأهلي بثنائية من دون رد. والله العظيم ما لعب مونانا الجابوني ثلاثة بالله العلي العظيم ما لعب مونانا الجابوني. الراجل ده ديسمبر ده ما لعبش مونانا الجابوني. اليوم هو اللي لعب مونانا الجابوني الحكم الكاميروني كله واخدنا من الاتحاد الافريقي. انت كنت موجود طبعا كنت موجود في الماتش ده يعني فالاجتماع الفني وقعدت مع الراجل الكاميروني ده لكن هو ظهر الاتحاد الافريقي خدها فالناس بتاخدها على طول لكن هو مش ديسمبر على طول. طيب ايا كان بقى لعب ولا ما لعبش مش زي ما بيقولوا برضو ان هو لعب مباراه الافريقي التونسي في الكونفدراليه برضو مش هو اللي لعبها اللي لعبها اريك توجو من الجابون هو اللي لعب مباراه الافريقي التونسي هنا 2-1 لو تتذكروا اريك توجو. طيب كابتن عوده يعني قبل ما اتكلم على التفاصيل وحالات تحكيميه وجدل تحكيمي في مشوار الراجل ده اللي هو ديسمبر مع النادي الاهلي تحديدا وواحد من الناس اللي كانت بسبب او جزء من الاسباب اللي ادت لخساره الاهلي اللقب السنه اللي فاتت. عايز اتكلم على معايير اختيار الحكم ومعرفتك بالحكم او شخصيته او طبيعته. طبعا المعايير هم طبعا عاملين الاليت يعني دايما الاتحاد الافريقي عامل مصنف الحكام لاليت وسينيور ريفريز وجونيور ريفريز واللي هم اللوكال يعني الحكام اللي هم الطب اعلى حاجه وبعدين بعدها يجي حكام اللي هم السينيور اللي هم بعديهم وبعدين الجونيور اللي هم الحكام الصغيرين الصغيرين والحكام اللي هم المحليين بيعمل لهم دايما كورسات. طبعا الاليت ده اللي هو افضل حكام في افريقيا. في طبعا متصنفين كمان رقم 1 مين و2 و3 وهكذا.
ده من ضمن المفروض افضل 6 حكام في افريقيا، لان دول 6 حكام راحوا كاس العالم، ولكن هو كان من ضمن الناس اللي احتياطي، ما كانش اساسي. يعني هو والمهدي اللي هو الجزائري، مهدي عبيد، الاثنين دول كانوا احتياطيين في كاس العالم، كانوا بيبقوا حكم رابع لكن ما قدروش مباريات. انما الحكام اللي هي الاساسيه كان جسامه وكابتن جهاد و بتاع السنغال مالونجا ومالنجا، والرابع اللي هو سيكازاوي ده اللي هو بتاع زامبيا، بتاع زامبيا اللي كان سبب الرئيس في صعود الترجي، خلي بالك. يعني هو سيكوزي كان في كاس العالم برضه، ده هو اللي حسب الهدف اللي صعب بيه الترجي، هدف لاول اغسطس. أيوة الهدف اللي اتلغى في الاخر اللي هو كان، هم دول الاربعه. وبرده لازم برضه هنا نشيد بجهاد جريشه الحقيقه، برضو هو لولا وصول النادي الاهلي طبعا كان جهاد جريشه كان احد الاطراف النهارده. يعني لازم نقول برضو الحته دي. لو الاهلي ما كانش وصل للنهائي، جهاد جريشه كان ممكن يدير، اكيد اكيد يعني ومرشح بقوه للكونفدراليه، خلي بالك. يعني اللي هتجمع ما بين الرجاء والنيمبا، ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. الحكم دوت طبعا هو ليه جاريه غريبه شويه، تلاقي بيع كده ورجليه واسعه، يمكن عشان هو يعني ميديكال ريسيرشر او باحث طبي، ما اعرفش هو ليه جري. بس هم برضو يعني مشهورين جدا في اثيوبيا باللياقه البدنيه العاليه طبعا، نتيجه ان عندهم بيجروا الصبح الساعه 6 الصبح تلبوا سلاح وعاملين كلهم عندهم بتجري. طبعا عندهم نقص في الاكسجين، يعني عندهم دايما عشان هم مرتفعين عن سطح البحر بحوالي 10,000 قدم، برقم كبير قوي، فهم دايما تلاقي عندهم اللياقه عندهم بتبقى عاليه شويه جدا جدا. الحكم دوت الحقيقه من خلال لو احنا خدنا الافريج بتاع الماتشات بتاعته الدوليه تقريبا طبقا للي موجود برضو على النت 73 مباراه. الحقيقه برضو لو احنا قلنا نسبه الانذارات قد ايه ونسبه الطرد قد ايه ونسبه نسب قليله، يعني الانذارات اللي هو بيديها او ركلات الجزاء اللي هو بيلعبها لعب من خلال ال 73 مباراه 12 ركله جزاء حسبهم، ده معدل قليل. 4 ضد الهوم تيم و 8 ضد اللي هو الفيزيتنج تيم، او 4 اللي هو الضيف، 8 اللي هو حسبهم ضد الضيوف. وبالنسبه للكروت الحمراء برضو في المباريات دي كلها 73 3 كروت حمراء فقط، والثلاثة ضد الضيف. لا ده احنا عايزين نقول وجعتني بطي يا كابتن. لا ان شاء الله ما فيش حاجه، لا ان شاء الله ده بالعكس ده معدل قليل جدا جدا. يعني ده بيدل على ايه؟ استخدام الكروت قليل جدا سواء الصفراء او الحمراء. طيب هكمل مع حضرتك، لكن كمان يبقى جزء من الطاقم التحكيمي يعني مهم جدا في اداره المباراه اللي هو المساعدين. قول لي بقى حضرتك كابتن ايمن، مساعدين الحكم وتعرف عنهم ايه؟ وانت كمان قلت لي على مفاجاه بره الهواء، فقولها لنا بقى. هو بس هقول لك يا كابتن سيد ان هي قصه مبدئيا، هم لما جم يعينوا اللطقم هم ما ارتبطوش طبعا، انت عارف ان في لطقم بيلعبوا مع بعض في كاس العالم، هم قرروا ان الحكام اللي حضرت الفيديو التدريب على الفيديو اللي كانوا موجودين دول ان اطقم التحكيم كلها تبقى منهم بس يعني. فاحنا عندنا النهارده مساعد سويله من جنوب افريقيا. المساعد ده كان مع ساكوزي في كاس العالم، كان من ضمن الطقم بتاعه. هو حاليا من ضمن طقم جوميز، ومعين لاداره مباراه مصر وتونس هنا اللي هتتلعب هنا في يعني حكم الماتشين. هو متعين في المباراه دي لجد دلوقتي. يعني لجد دلوقتي هو متعين في المباراه ديت. هو لعب كاس عالم الانديه مع ساكوزي 2016، وكان معاه في كاس العالم، لعب 2015 و2017 في كاس الامم الافريقيه، ولعب نهائي كاس العالم الانديه في 2016. ده المساعد الاول. أوكي. هو دلوقتي مع من ضمن طقم جوميز اللي هو لحكم مباراه الاهلي اللي هي قبل النهائي، يعني من ضمن. بس هم دلوقتي زي ما قلت لك ان هم في المعسكر قالوا ان اللي هيحكموا ماتش ستيف والاهلي، قالوا لا ستيف، قالوا اللي هيحكموا من ضمن اللي كانوا في المعسكر بس. ولو لاحظنا كابتن سيد ان الحكم الرابع إريك أوتوجو جسامه مساعد الاول فيديو، والاثنين السنغاليين هم اللي كانوا موجودين. انت شايف ان دي ايجابيه ولا سلبيه؟ انا شايفها طبعا سلبيه، يعني مع احترامي طبعا للاتحاد الافريقي. انا طبعا هم اشتغلوا الفتره اللي فاتت طبعا كان امور يعني بيسعوا طبعا للنجاح وكده. انا شايف الامور يعني كان ممكن يكبروا العدد شويه في المعسكر، في حكام موجوده تانية. انا شايف ان نفس المباراه دي انا شايفها نقطه سلبيه بصراحه يا سيد. يعني كان المفروض كان المفروض الحكم الرابع اللي كان موجود في الماتش اللي فات يتغير. حكام الفيديو كانوا المفروض ان هم يتغيروا يعني. انا من وجهه نظري انا ليا برضه تعليق في الحته دي. اتفضل بس معلش بعد كده. انا ليا تعليق، يمكن احنا لو بصينا للحكام النخبه او الحكام اللي هم اتخذوا كاس العالم،
اعتقد ان انت مش هتقدر تحط الجهاد، مش هتقدر تحط ساكوزي ده اللي هو بتاع زامبيا لانه لسه كان في ماتش الترجي اللي فات، ما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ ما انت عندك ما انت عندك ديسمبر اللي هو حكم النهارده كان في مباراه الاهلي. انا بتكلم يعني انت بص سيكازوي اللي هو الحكم بتاع انجولا طبعا احنا انا بتكلم على الفار، على مش على الحكم، انا بتكلم على الفار ان عشان هم نفس الطقم على اساس ان هم ما لقوش اللي دول الوحيدين المتدربين كويس جدا على الفار، فلو خدنا حد تاني اعتقد بيبقى طرف في طرف مش مرغوب فيه في المباراه. ده وجهه نظري. طب يعني انا برضو ازود حاجه على الكابتن احمد، يعني طبعا هو الكلام اللي بيقوله الكابتن احمد مظبوط، بس هي القصه في ان يلعبوا نفس المباراه دي انا شايفها قصه مش ايجابيه. يعني كان أيوة النادي بقى ليه حل او ان احنا ناجل التجربه اصلا. يعني كان المفروض التجربه مثلا نوسع الدايره شويه وتبتدي التجربه من العام القادم يا كابتن سيد. انا من وجهه نظري يعني يبقى في تدريب اكتر، يعني التدريب اكتر يبقى أكتر. الموضوع ما يتقفلش ان انا النهارده ابعت الطقم هو اللي كانوا موجودين الرابع وحكام الفيديو هم لو ابتدوا، يعني انا شايف ان كان فيها استعجال شويه في التنفيذ. اوكي ده اعتقد استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن موجود اعتقد كده شفت لمحته مظبوط. اوكي والاتوبيس خلاص هيتحرك دلوقتي، احنا النهارده او دلوقتي الساعه 6:30 بتوقيتهم هناك 5:30، يعني بتوقيتهم 5:30 المسافه هتاخد ما بين 30 ل 35 دقيقه اعتقد لسه شويه يا سمير، اعتقد انها لسه شويه لسه ربع ساعه كمان ولا حاجه تهيألي. يعني اتفضل يا كابتن ايمن. سويلة دوان مواليد 80 عنده 38 سنه يعني. اوكي. نيجي للمساعد الثاني وليد علي من السودان. وليد علي من ضمن طاقم كابتن جهاد جريشه. عنده 44 سنه، استاذ بكليه التربيه جامعه الخرطوم. ادار مع جهاد جريشه اولمبياد ريو دي جانيرو ولعب الدور الثمانيه. اوكي. ادار كاس العالم في سويسلاند 2015، كاس العالم في كوريا 2017، روسيا 2018، أدار 3 أمم أفريقية آخرها كانت 2017، من أحسن المساعدين اللي موجودين في أفريقيا حاليا. يعني ابتدى من 2011 ابتدى وليد، يمكن أنا عاصرت وليد ابتدى من بعد 2011، كان مفروض أنه هو يتواجد من قبل كده، بس هو كان فيه انت عارف نظام في الاتحاد الأفريقي ما كانش بيدفعوا بيه لغاية لما جه ربنا كرمه الأستاذ مجد. طب انت كحكم مساعد يا كابتن شايف ان ده مثلا يعني ايجابي برضو ولا سلبي؟ واحد يبقى متعود على طاقم معين تمام او طاقم معين من مساعدين وبعدين فجأة يجي له رغم ان هم متميزين وكل شيء، لكن شايفها ايجابي ولا سعدي ولا سلبي حتة التغيير؟ لا هم لما طبعا لما المساعدين اللي بيلعبوا مع بعض بتبقى طبعا اكتر ارتياحية لان انت بتلعب معاه، بس عايز اقول لك ان المباراة اللي فاتت برضو ان المساعد الثاني اللي كان مع الكابتن مهدي هو كان معاه عبد الحق تشالي مساعد اول، وكان معاه جون كلود مش من طاقم مهدي ولعب معاه. احيانا الظروف يعني كابتن سيد يعني النهارده لما يبقى في مساعد من نفس البلد فهو بيستبعده فبيضطر ان هو يجيب حد تاني. فده اللي حصل يعني مع وليد ان هم جابوه. وكان في مساعد هم حاطينه في الطقم حاليا اسمه ديساسوس من انجولا، حاطينه في الطقم المفروض ان هو بيلعب مع الطقم الاساسي سيما ملاك. الطقم الاساسي بتاع سيما ملاك، بس طبعا ده كان استبعاده ان المساعد ده كان موجود في ماتش اول اغسطس مع الترجي اللي كان في تونس اللي هو صعد بيه الترجي للنهائي. فهم استدعوا طبعا وليد علي من الحكام الممتازين في افريقيا ربنا يكرمه ويوفقه. تثق فيهم يا كابتن؟ انا اثق فيهم جدا جدا يعني وليد جدا وليد ده انا راقبته السنه اللي قبل اللي فاتت، كان ماتش النجم الساحلي ومازيمبي كان قبل النهائي في تونس. هو مساعد رائع ممتاز، ما قدرتش اطلع انا جميع الماتشات حتى سواء اللي راقبتها اللي انا راقبته فيها او اللي انا شفتها من خلال التلفزيون، مساعد متميز جدا جدا. السنه اللي قبلها بقى لان احنا كنا قبل انا بقول السنه اللي قبل اللي فاتت حضرتك بقول لحضرتك قبل النهائي وكان كونفدراليه ما كانش ما كانش شامبيون ليج. طيب خليني اقول لك على حاجه قبل ما نتكلم على حالات التحكيميه للراجل ده تحديدا او حتى مع الترجي من خلال الفيديوهات هنعرضها من شويه. الاجواء اللي حصل فيها او سبقه اللقاء دي يا كابتن عوده من ضغط جماهيري مكثف بشكل كبير جدا مش على الاعلام وبس، دايما بيتهموا الاعلام او بيتكلم الاعلام ان هو سبب رئيسي مش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، انا بتكلم حتى في المواقف اللي احنا فيها ديت يعني، لكن الاتحاد الافريقي نفسه اتعرض لضغوط شديده جدا خليته خد القرارات انا شايفها انها غريبه جدا قبل مباراه نهائيه في 24 ساعه، لكن الاجواء اللي عايشين فيها بقى دي وحكم رايح يحكم يعني في مباراه يعني بالاجواء دي وبالمناخ ده وبالشكل ده حالته تبقى عامله ازاي ويفكر ازاي وايه اللي ممكن يتصرفوا يا كابتن عوده من وجهه نظرك ومن خلال خبراتك ومن خلال تواجدك كمان هناك؟ لا هو انا مريت بتجارب مشابهه. يعني انا قبل كده مريت بان انا حكمت المغرب وتونس
كاس عالم على مين اللي برضه يخش كاس عالم. فبرضه اجواء اجواء كان فين الماتش؟ في المغرب. اوكي في المغرب كان ماتش صعب جدا جدا طبعًا. جدا فطبعا بيبقى فعلا بيبقى الواحد تنشن جدا. انا عن نفسي كنت ببقى يوم المباراه ديت بالاخص ببعد نفسي عن اي ضغوط عن اي حاجه، ما بكلمش حد، ببقى لوحدي، ببقى بعيش ما بكلم فعلا يعني ببقى منعزل. اوكي تركيز بقى خلاص. تركيز بشكل غير عادي. انا اتصور وبرضه انا لعبت برضه نهائي النجم الساحلي والجيش الملكي نهائي افريقيا 2006 في الماتش حضراتكم كنتوا بتلعبوا فيه مع الصفاقس بعدها على طول انا لعبت الكونفدراليه النهائي. أوكي. كان هناك كان برضه تعرضت لنفس الضغوط. أوكي. بس الحقيقه الضغوط المره دي انا شايف اصعب. الحقيقه لا ربنا ييسر والحكم ما يتاثرش لان فعلا ضل الواحد قال منه الاجواء في تونس ما بتبقى سهله. صحيح بحضرتك اللاعب التونسي بطبيعته بيبقى ذكي جدا جدا لان نسبه التعليم ذكي. يعني انت عايز تقول مثلا حته التمثيل شويه، حته استخدام الناحيه النفسيه ممكن ياثر على لا وكمان يعني يقع شويه مش عارف. ما هي دي مثلا في فار النهارده المفروض يعني فبالتالي لو في حاجه هتبان، لكن ممكن يستخدم شويه الكارت، يستعجل شويه في الكارت فيحجمك في اول خمس دقائق، يدي كارت المدافع، يدي كارت لعيب نص ملعب، يدي كارت لاي واحد في المنظومه فيحجمك جامد جدا، تاخد يقرب فاولات من ال 18، كل دي حاجات بتاثر على الفرقه اكيد. هو مفترض طبعا الحكم ده راجل خبره كبيره وراجل دولي ولعب بطولات كتير وكان اخرها كاس العالم، انا اتصور المفروض ما يتعرضش يعني مر بالتجارب دي كتير والمفروض دي بالنسبه له عادي. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وهو بطبيعته زي ما احنا قلت لحضرتك ما احنا شفنا الاحصائيات ان هادي ما بيستخدمش كروت كتير ما بيستخدم، فاتمنى النهارده انه برضه نفس الكلام ما يستخدمش كروت كتير وان شاء الله باذن الله يا رب يكون موفق مصر لمصر يا رب. طب قبل اتفضل هو برضه من ضمن سيما هو نشر على صفحته كابتن سيد من يومين قال انا جاهز للمباراه هو وفي الطريق له هناك السنه اللي فاتت كده فهو ارجع هو قال يا عم السنه اللي فاتت كده وعندنا حالتين اوريهم لك. في حاجه فيها ايجابيه وكيف برضو ان هو عارف ان كله النهارده العالم كله متجه لملعب رودس الحكم الاحداث اللي ما سبقت شايف ان دي ممكن تكون ايجابيه جدا ايجابيه لان هو عارف ان يعني اللي حصل في الفتره اللي فاتت ديت ان كله هيبقى موجه والنظر ليه. هو النهارده يهمه ان هو يطلع احسن واحد في المباراه يا رب. بس الله. في ناس تقول لك والله ما بيفرق معانا الاسباب والله ما بيفرق معانا الاسباب دي كلها. طيب هسالك سؤال قبل ما اخش على الحالات التحكيميه برضو للراجل ده السنه اللي فاتت كابتن عوده، لان هو عنده واحده معانا السنه اللي فاتت هنا مع وفاق الصيف وعندنا كمان كورتين السنه اللي فاتت في مباراه الوداد، كوره لينا احنا كانت ضربه جزاء وحد ودي اللي كله راح ليها، لكن هدف اصلا الوداد كان من فاول او كان فاول لصالح ازارو بس انا عارف وقتها. عايز اسالك سؤال، الربط ما بين المساعد والحكم تمام ومع الفيديو في الوقت الحالي، يعني حته السماعات والحاجات اللي زي كده هل بيتم تنبيه للمساعدين مثلا ان انت ما تستعجلش في الراي قوي او ما تطلعش الراي قوي لان انت ممكن توقف فرصه خلي بالك بالزبط. يعني حتى لو انت ما رفعتش والكره تسلل هتتعاد او هتتلغي. هو يعني اعتقد ان في تدريب الفار كابتن سيد الالعاب اللي هم فيها شك بيبقى في تنبيه للمساعدين ان هم بيمشوا اللعبه، يعني اعتقد ان ده في التدريب موجود ان في العاب انت عارف على خط واحد اللعبه دي بتمشي اللعبه وبعد كده بيرجع اذا كان فيها حاجه فبيرجع للفار. اعتقد ان الفار هيفيد المساعد بصوره كبيره جدا يا كابتن سيد، يعني لان النهارده حتى لو لاحظت حتى هو المساعد متمرن على كده هو مش هيرفع على الالعاب الصعبه دي، مش هيرفع على اي لعبه، لان انت النهارده عندك فرصه ان الفار. خلينا نتكلم ان اصعب قرار بالنسبه للحكم المساعد، طبعا الحكم عليه الحكم المساعد ليه دور كبير في المباراه في مساعده الحكم، ولكن بالنسبه للتسلل انا اعتقد ان الفار هيشيل كتير من على الحكم المساعد، لانه زي ما احنا بنشوف مثلا في اهداف كتير بتتحسب مثلا بتتلغي بسبب الفار وده اصعب قرار للحكم المساعد. وفي العكس يعني لو حضرتك تتذكر كاس العالم اللي فات ماتش اسبانيا حاسب وتلغي المغرب نفس اللي حصل في ماتش مصر وماتش النجم ماتش الاهلي المساعد رفع وبعدين بيتحسب هدف بالظبط كده يعني ده العكس بالظبط عشان كده بيتاخروا زي ما بيقول الكابتن سيد بيتاخر شويه في واللعيبه المصريه بقى عشان نقول لهم كده برضو لازم يبقى في يعني توعيه يعني الناس تقول لهم خلي بالكم ما تروحش تزعق لللاين مان ده هو اساسا قاصد يعني هو قاصد ياخر الرايه شويه مظبوط ده لصالحك مش ضدك لان هي ممكن تكون تسلل غير صحيح مثلا بزيط. فهو لو رفع تسلل واللعب وقف هيرجعها تاني ازاي؟ مش هيعرف يرجعها خلاص انتهت اللعب لكن لو دخل الجول وكان التسلل هيغلق الجول بسيطه جدا مظبوط كده جدا. طيب عايز كل جماهير مصر طبعا دلوقتي مستنيه تشكيله النادي الاهلي، تشكيله النادي الاهلي خلاص وصلت، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، سعد
سمير، سليف كلوبالي وأيمن أشرف، حسام عاشور وعمرو السلية وإسلام محارب ووليد سليمان وميدو جابر ومروان محسن. مرة تانية تشكيلة النادي الأهلي اللي هيخوض بها اللقاء بإذن الله النهائي، يا رب إن شاء الرحمن بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي: محمد الشناوي، سعد سمير، كلوبالي ومحمد هاني، أيمن أشرف، حسام عاشور وعمرو السلية ووليد سليمان وإسلام محارب وميدو جابر ومروان محسن. تشكيلة الترجي مش هتخرج على اللي هقوله لكم ده برضو، بس هنتأكد بعد شوية. هيبقى معز بن شرفية، أعرضها مرة تانية، معز بن شرفية وعلى اليمين سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وخليل شمام وأيمن بن محمد، وفي نص الملعب كلوبالي والشعلالي وقدامهم سعد بجير وعلى اليمين أنيس البدري ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي. يبقى دي تشكيلة الأهلي ودي تشكيلة الترجي، ويا رب بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي. كابتن عودة، الراجل ده اللي هو ديسمبر دوت الاثيوبي، لنا معاه 3-4 نقط مش عارفين ننساهم. فاختيار الاتحاد الافريقي وخصوصا اختيار مصممين عليه كان الاول جوميس، وبعد كده قال لك لا جوميس خليه لمباراه مصر وتونس، وبعدين قال لك لا ممكن يبقى بكاري جسامه، والنهارده بياكدوا على بملاك، رغم ان هم لحد دلوقتي ما اعلنوش بشكل رسمي قوي على فكره. الستة برافو عليك. لكن عنده بعض الحالات كده سمير هيوريها لنا مع حضرتك، يعني اعتقد ان في بعضها سهل قوي، وفي حاجات للمساعدين كمان، يعني هتقول لي مستحيل دي تغلط يبقى فيها غلط، مستحيل. يعني بص دي ارجعها بقى بعد اذنك، لا ده الجول. بص كمل بقى، كمل دي يا كابتن. لا طبعا في عرقله، لا على الصوره كابتن عوده بقى اذن حضرتك. لا دي طبعا فيها عرقله، لان في هنا استخدم بص يعني حضرتك ممكن تشوف الشاشه دي اقرب. اتفضل يا كابتن، هات بقى من الاول كده بعد اذنك سنه كده بس كده اهو. هنا بص حضرتك، ده تهور بقى ولا ايه ولا لا؟ ماشي ماشي كوره، ماشي. لا طبعا فيها تهور وفيها كارت كمان، ده فيها كارت. انت تخيل بقى حضرتك ان الكره دي اللي تعادل بها الوداد معانا هنا في مصر. كمل بقى، كمل يا سمير. دي الكوره اللي الحكم ديسمبر ده هو اللي كان موجود اهو، نفس الجاريه اللي بقول لكم عليها دي. دي الكوره استمرت جول، ده جول الوداد، جول الوداد هنا. أيوة في مصر، بس دي كانت لعبه في نص الملعب او في النص الثاني، كانت في عند ال 18 بتاع. معلش هي اللي استمر بيها، هي في نص الملعب، لكن هي تكملتها جول. هي بقى الباد لك ليه يعني. هو برده بص حضرتك كمل. أيوة بقى عادي ما تقطعش ولا حاجه، كمل. ايوه جميل. انا دي كانت نص الملعب. احنا مكملين على فكره. الحكم الرابع سعيد اهو، كمل بقى حضرتك. لا دي طبعا فيها اهمال مش تهور، معلش يعني، لان دي فيها اهمال ولازم كانت تحتسب ركله حره مباشره ضد لاعب. طيب لان كمان اللاعب جاي ورجله مرفوعه، رجله فوق مرفوعه، الرجل مرفوعه دي خلاص انذار مرفوعه. لا انذار لو هتيجي لو اترفعت فوق، لو جت عند القصبة. لا هي رجل اللاعب اصلا كابتن احمد على الارض وبيعمل تاكلينج، هو رجله مرفوعه يعني، حتى رجل اللي ايوه بس ما فيهاش كارت. لا ما فيهاش، انا بقول لك رجله مرفوعه، هي ركله حره مباشره ضد لاعب الوداد فقط. صح انذار ولا ايه يا كابتن؟ لا انا شايف انها اهمال. شوف اللي بعدها، بص حضرتك دي في نفس الماتش وفي ارض هنا الاهلي في برج العرب، وفي النهائي الوداد بيتعادل معاك بجول فاول. دي حضرتك ايه دي؟ جابر جنيه. بس الحكم كان فين بقى ساعتها؟ معلش برضو، ما ممكن يكون ده حاجه بالرؤيه عنه او لا ده موجود. انا سنه كنت موجود في الماتش ده. ده هو شايفها خالص، شايفها. ده انا بعد الماتش قلت له انت هتتفرج عليها، وبقول لي جابر جليه هي واضحه. احنا قلنا ساعتها اعتقد جمال الشريف نفسه برضو كمان اعتقد. لا جمال الشريف ده قصه ثانيه، معلش قصه ثانيه يعني. خالص ده لوحده على الاخر. لا فيها طبعا، فيها ركله جزاء طبعا ده برضو اهمال. ده اللي تم اختياره من الاتحاد الافريقي لاداره النهائي الختامي، يا رب يستر. واللي بيقولوا الزمان ده خد وهات، انتوا خليتوا الزمان ده كله هات، ما فيهوش ابدا اي حاجه غير على الاهلي. لكن في النهايه يا رب ان شاء الله الرحمن يكون باذن الله ختام جميل جدا للاهلي. رغم كل ده يا كابتن عوده، رغم كل اللي تعرضنا له ده السنه اللي فاتت بالحكم ده، وعادي جدا والمباراه انتهت ومفيش مشكله والف مبروك للوداد، لكن هل ده ممكن ياثر في حساباته برضو؟ يعني النهارده السنه دي السنه دي في مباراته مع وفاق الصيف، الاهلي مع وفاق الصيف على استاد القاهره، يعني في كان على استاد السلام تقريبا، استاد السلام تقريبا يعني، برضو يعني ما كانش هو الحكم، كان هو الحكم في مصر هنا، كان هو الحكم ماتش الصيف، هو وفاء الصيف هنا. هناك كان جوميز، لكن هنا في مصر
كان عشان ديسمبر قفلوا الدايره قوي يعني قفلوا الدايره قفلوا الدايره على الحكام فهم اتزنقوا. انت معاك الهدف يا سمير؟ عايزين نقول ايه؟ لا الصوره عايزين نقول برضه خلينا يعني عشان نبقى منصفين برضه. مفيش حكم هيأدي مباراه بدون اخطاء. هي امتى اهم حاجه ان الاخطاء دي ما تبقاش مؤثره زي ما جبنا لعبه جبتها اللعبه ديت ان هي اثرت في جون الوداد تعادل بهدف. بس ده برضك بالنسبه للحكم معلش يعني دي متعرض لها اي حكم معلش دي لعبه في نص الملعب وده وارد جدا ان اي حكم يخطئ فيها معلش. انما ركله الجزاء دي لعبه مؤثره جدا يعني اللعبه الاولانيه معلش لازم نقول برضو الحته دي دي لعبه في نص الملعب ووارد جدا ان اي حكم ممكن ما يحسبهاش. لكن في ركله الجزاء لا دي بتبقى لعبه يعني هي دي اللعبه المصيريه واخد بال حضرتك. فلا دي يتحسب عليها. تقول ان دي مؤثره قوي بس انا اروح حتى لو كانت حاجه تفصيليه تعرف لو اوت غلط انا كده ما اعرفش يعني ممكن اكون غلطان في حساباتي لكن في النهايه هي تفصيله صغيره اتبنى عليها مصيبه كبيره. بس حاجه يا كابتن سيد معلش دي برضه دي برضه ما هو اللاعب نفس الكلام ما لاعب يخطئ في نص الملعب وتتاخد منه وتيجي فيها جون ما حدش بيلومه لكن ليه نلوم الحكم معلش. انت ليك في الحب جانب دي كانت مع الترجي السنه اللي فاتت تخيل بقى عارف الكره رايحه فين؟ ناحيه الشمال خالص مش اللي هناك اللي هناك خالص خلاص مفيش سليمه طبعا في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده لعبه سهله جدا والخطوط واضحه يعني خطوط الملعب باينه لعبه سهله جدا يعني لا ارجع تاني من الاول كده خطوط الملعب هي كمان واضحة. محدده بص خطوط بص الملعب خطوط الملعب خط الملعب ده بص واضحه ايه يعني ده يعني تقول عليها ايه؟ خطوط الملعب بقولها لحضرتك سهل للمساعد حتى اللعيب اللي ممكن اللعيب بتاع الاهلي اللي هو ممكن المسلم مش في زاويه رؤيه المساعد بعيد خالص عن اللعيب المستلم اللي هو سليم طيب. فكان يعني مش طب ننسى اللي فات ده المساعد مين ده؟ المساعد ده؟ هو نفس لا ده كان ده السنغالي بقى ده السنغالي اللي هو من ضمن احنا بص مش النهارده كل القاره تبقى معلش لا عايزين برضه عايزين ننسب لا المساعدين النهارده انا بتكلم عن وليد انا شفته كتير من سوداني هو متميز جدا 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 لا وليد لا 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 يعني لو قلت لي حكم لنا ايه ممكن اتذكر لكن حكم ماتش مع جهاد جريشة في كاس العالم اللي هو الماتش الوحيد اللي انجلترا اقول لك موجود هو حكم نهائي مصر وكان متميز نهائي مصر والكاميرون نهائي امم افريقيا اللي فاتت كان موجود في النهائي مصر وايه يا فندم مصر والكاميرون نهائي امم افريقيا منتخب مصر 2-1 اوكي طيب ماشي طب كابتن عوده في الحالات اللي زي كده بقى يعني ننسى اللي فات شويه ونتكلم بقى في اللي جاي اللي هو بعد اقل من ساعتين من شويه او ساعتين وشويه زي ما احنا بنقول مثلا للاعبتنا ولا حاجه خليك متماسك قوي هادي جدا في اول 10 دقائق في اول ربع ساعه الحكم برضه هل عنده نفس الطقوس يعني في مباراه مشحونه جماهيريا بالشكل دوت وعليها اجواء محيطه بيها قبل اللقاء من حتى من يعني اصحاب اللعبه نفسها او الناس القائمين على اللعبه اللي هو الاتحاد الافريقي هل الحكم برضه بيبقى عنده طقوس يقول لك ايه اعدي ال10 دقايق الاولى ولا يقول لك لا عايز اقطع عرق واسيح دمه زي ما بيقولوا ولا في كبش فدا ولا بيفكر فيها ازاي؟ لا ده حضرتك بالظبط زي انت شبهت ده اللي بيحصل انا النهارده انا بفرض شخصيتي من خلال اول ربع ساعه اوكي على المباراه فلازم انزل احسب كل شيء هنا وهنا 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 واتاحات الفرصه هتبقى قليله انا بقول لحضرتك عشان ابين للناس كله ان انا بحسب كل صغيره وكبيره اوكي فدي شخصيتي لازم تبان هنا ولازم اكون هادي ولازم اكون قريب من كل كوره و لا يبقى نقول لعبتنا بقى خلي بالكم الكروت يعني في الاول ربع ساعه اللي ممكن يعملها ولا بيبقى ده بيبقى ما هو دي برده مدرسه شوية. في مدرسه في حكام تيجي يقول لك ايه ان انا اطلع الكروت بدري واخد بال حضرتك اخوف اللعيبه لا دي انا كنت ضدها انا كنت ضد المدرسه دي في غيره يقول لك لا خليك هادي جدا جدا واللي مستحق اللي مستحق او اللي واضح قوي 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 اديله في خلال اول ربع ساعه ولا حاجه زي كده لكن اول ربع ساعه نفس الكلام زي ما اللعيبه بتقول خليك هادي الحكم برده بنفس الكلام لازم انا اكون هادي جدا جدا ما اتعصبش ما امشيش مع الجمهور ما امشيش لان طبعا في الاول خالص هيبقى الجمهور هيبقى فيه ضغوط مش عاديه من الجمهور من الجماهير فانا لازم اكون اسيطر عليها ده طبيعي طيب انا كان عامل مسابقه طبعا ل 10 تشتات النهارده ربنا يكرم ان شاء الله الرحمن ونكسب باذن الله توقع النتيجه النهارده باذن الله ويبقى في 10 تشتات في حد طبعا محمد كاتب لي يعني قصيده متشكر جدا محمد عليها بدايته كان بلف في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين واغنيه يعني هو الراجل بيتكلم في حاجه بس انا عايز التوقع النهارده توقعات المباراه ده اسلام باذن الله تعالى 2-1 للاهلي يا كابتن سيد انا بحبك جدا ربنا يبارك لك خالد المتيري حبيبي ابو السيد بعت لنا صوره الولاد لا طب خلينا النهارده في النتيجه يا خلود سولي الترجي 3 والاهلي 2
ايمن عادل ان شاء الله مربوحه للاهلي يا كابتن سيد، عايزه تيشرت بتاع وليد ازارو. طب قول لنا يعني، هو بيقول عايزه بس الاسم ايمن عادل، طب قول لنا يعني النتيجه ايه، او قول لنا النتيجه ايه. بياض الثلج 2-2، هشام 2-2، خالد ان شاء الله الرحمن 1-1، احمد بسيوني 2-1، الاهلي يكسب 2-1 باذن الله. احمد ميدو كابتن سيد محترم ربنا يخليك، ده محمود 1-1، بركات ان شاء الله الاهلي ياخد البطوله والنتيجه 1-1، نبوي محمود من الشهداء من المنوفيه النتيجه ان شاء الله الرحمن، قريه الشهداء من المنوفيه كابتن سيد النتيجه 2-2 ان شاء الله، 1-1 او 2-2. ده ناصح قوي، ده ناصح قوي. عبد العزيز من مارسيليا بيقول الاهلي يفوز 2-1. محمد كارم 2-2 يا ابو السيد، ياسر 2-2 يا ابو السيد، ميدو 3-2، ابو شروق 3-2، او ابو شروه 3-2، تامر محمد خضر 1-0 للاهلي، 2-1 للترجي، نبوي علي انا مش خايف ولا قلقان الا من الحكم ربنا يستر. اوكي طيب، اوكي دي حاجات طبعا بعض التوقعات هنقولها بالتاكيد بالتفصيل، وان شاء الله الرحمن باذن الله هنختار 10 تيشيرتات او 10 اشخاص من اللي توقعوا صح النتيجه، مش عايزين نصعبها عليك ولا نقول لكم مين اللي احرز الاهداف، لكن اعيد لكم التشكيله مره ثانيه اللي ذكرتها من شويه لان مصر كلها مستنياها. محمد الشناوي من بدايه اللقاء، محمد هاني وسليف كلوبالي وسعد سمير، او سعد سمير وسليف كلوبالي، وايمن اشرف، حسام عاشور، عمرو السليه، وليد سليمان، واسلام محارب، وميدو جابر، وقدامهم مروان محسن. دي التشكيله اللي هيخوض بها كارتروني النهائي الافريقي باذن الله امام الترجي بعد ساعتين من دلوقتي. المساعدة كابتن أيمن، يقال إن هو ساعات بيتدخل في القرارات، طب اللي فهمه ساعات إن هو بيبقى له تدخلات رئيسية وحاسمة في التسلل قبل ما يبقى في الفار بشكل كبير قوي، أو في الاحتكاكات والاشتراكات اللي خارج نطاق الكورة بيبقى مسؤول عنها، بيروح ياخد منه القرار الصح، لكن هل ممكن يتدخل مثلا في ركلة الجزاء في احتساب؟ أكيد أكيد يا كابتن سيد، هو عايزين يعني الفار والحكم الخامس كل ده دخل لان احنا نوصل للعداله. انما في الاول والاخر الطاقم التحكيم، يعني النهارده مثلا سيما ملاك ده الاثيوبي مش هو حكم لوحده. انت معاك النهارده طاقم عبد الرحمن من دبي، اسف بس لان يعني بعت لي انا ببعت كتير قوي، عبد الرحمن توفيق من دبي 3-0 للاهلي، يا رب حتى 2-0. فالنهارده الاربعه الموجودين في الملعب مسؤولين، النهارده حكام الفيديو مسؤولين، النهارده الحكم المساعد لازم يبقى ليه دور، لازم يبقى دور ايجابي. يعني النهارده هنفترض زي ما حتى بنشوف عندنا في الدوري المصري، انا مثلا حصلت ركله جزاء، النهارده الحكم ما اداش والحكم الاضافي ما اداش، انا كحكم مساعد لو حصل موقف زي دوت وانا عندي يقين ان اللعبه ركله جزاء، هيكون ايه تصرفي؟ برغم ان في النهارده اتحددت المسؤوليات. انا النهارده لو في لعب ممكن وارد ان حكم خامس ما يشوفش، الحكم الرئيسي ما يشوفش، برغم انا كحكم مساعد شايف ان القرار 100% صحيح، لازم يبقى ليا تدخل، لازم النهارده الوصول للعداله. طيب انت كحكم دول عشان نخش في الحاجات السريعه في بس تعليق على الحته دي. اتفضل. هو طبعا بالنسبه للمساعد او الحكم الرابع بيبقى قراره اوبشنال او مش انما الحكم فاينل، يعني الحكم بيبقى القرار النهائي، فهو بيقول والحكم هو اللي في الاخر هو اللي بياخد القرار. اوكي ماشي. وبعدين حتى دلوقتي غيروا، بدل يقول ما حكم رابع او مساعد يقول لك طاقم التحكيم، يعني طاقم التحكيم هو ده اللي بيدير المباراه. ماشي، انا بس علقت على الحته دي بس. يعني طب انت كحكم بقى يعني بتقول للمساعدين ايه قبل اللقاء؟ يعني انتوا بيبقى في قاعده مثلا قبل اللقاء، مثلا يعني كلاعيبه كوره تقعدوا تتكلموا مع بعض مثلا زينا، بنقعد نقول مثلا العشر دول الدقايق الاولى التركيز مع فلان، التركيز مع فلان. انت كمسؤول عن الطاقم ككامل زي ما حضرتك قلت ان الباقي كله يعني هو مساعده، اسمه كده يعني مساعد 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 مساعد، فالقرار النهائي ما بيبقاش ليه، بيبقى فيه للقرار الصفاره. بتتكلموا مع بعض ازاي؟ الربط ده والتجانس بيبقى عامل ازاي؟ وهل من جنسيه واحده بتبقى الطف واحسن، ولا لو تعددت الجنسيات بس الكيمياء ماشيه احسن؟ والله هي اساس الكيمياء، يعني اساس الكيمياء يعني سواء بقى هنا او هنا، حتى لو الجنسيات مختلفه طالما الكيمياء متوافقه خلاص. واخد بال حضرتك؟ انما ممكن يكون من دوله واحده ومفيش كيمياء بيننا. اوكي مش هتبقى. يمكن عايز اقول لحضرتك زمان غير دلوقتي، يعني انا ايام زمان كنت بقعد اقول له ايه تدخل في كذا واعمل كذا، لا دلوقتي بقى في كوميونيكيشن سيستم اللي موجود اللي هو الاتصالات اللي ده ماشي في مصر كويس لا ده موجود خلاص، يعني غنى قبل كده. يعني زمان مثلا كنت اجي اقول له ايه ما تيجي تديني ركله جزاء مثلا اعمل لي ايديك كده او اعمل كذا، واخد بال حضرتك؟ اعمل انذار كده ولا الانذار بالظبط كده. دلوقتي ما بقاش فيه الحاجات ديت خلاص، مع ان اللي بيعمل كده دلوقتي بيتحسب عليه ضربه جزاء. وحتى الامور دي اتغيرت يا سيد. انا بقول لحضرتك الامور دلوقتي اتغيرت، لكن
اللي دلوقتي اللي بيتقال بقى بالنسبه للحكام ان انت تتدخل امتى؟ يعني هذا كمساعد في هتحس ان في مثلا شيء شد وجذب، خش الملعب حاول تفك الاشتباك دوت. نفس الكلام بالنسبه للحكم الرابع، نفس يعني ده اللي بيتقال بقى دلوقتي، يعني تدخلاتك اللي هي تمنع كوارث او تمنع احداث غير مرغوب فيها. اوكي واخد بال حضرتك، هي دي اللي اتقال دلوقتي. هو انا بقى بس طيب. كابتن يعني انا هضيف حاجه للكابتن احمد، النهارده يعني الحكم المساعد زي ما قال الكابتن احمد قديم كان ليه، النهارده الامور اختلفت. النهارده اللي موجودين كلهم في الملعب حكام. النهارده لما يبقى في كذا حكم ما اداش ركله جزاء، حكم اضافي النهارده الحكم المساعد لازم يبقى ليك دور، لازم تدي، لان انت النهارده حكم في الملعب. انت هقول لك على سر، اتفضل. انت عارف ان ضربه الجزاء الثانيه بتاعه الاهلي بتاعه وليد ازارو اللي اداها له المساعد والفار، يعني الاثنين اداها لمهدي عبيد المساعد، المساعد جون كلود، المساعد الثاني جون كلود. على فكره على فكره جون كلود ده من افضل مساعدين في افريقيا، لعب 2 كاس عالم وهم استدعوه في المباراه ديت مع مهدي فهو المباراه اللي فاتت طبعا من احسن المساعدين، من احسن المساعدين طبعا في افريقيا جون كلود. لعب 2 كاس عالم لعب 2 كاس عالم. طب برضه هرجع اقول، انتوا كحكام هل في لحظة بتبص للي بيتقال في المدرجات، للأصوات اللي موجودة في المدرجات، للشماريخ اللي موجودة في المدرجات، وبيبقى لها تأثير يا كابتن عودة برضه كابتن أيمن، يعني عشان نبقى برضه، لأن أنت برضه مساعد يعني في الأول والآخر، ما بتكلمش على النهاردة، أنا بتكلم في العموم، في العموم يعني في العموم. هل بيبقى فيه تركيز ولو نسبي في المدرجات يا كابتن عودة؟ ممكن لحظة يحصل فيها عدم التركيز دي، ممكن تفوت منك لعبة. يعني ده بيحصل. أو تأثر في قرار؟ طب ممكن؟ تأثر في قرار ما اعتقدش يعني، لكن هي ممكن عدم التركيز في لحظة، ان انت تسمع هنا لهنا في اللحظة دي تخلي قرار يفوتك. وبرضو ممكن تأثر عليك او لا، دي بتعتمد على شخصية الحكم. ممكن حكم يتأثر وممكن ما يتأثرش، يعني دي لازم كده، او شخصيته. طبيعتنا طبعا، طبيعتنا كلنا انا غير حضرتك، حضرتك يا كابتن سيد ممكن ما تتأثرش، ممكن انا اتأثر بحاجه، واخد بال حضرتك، وهكذا. فطبعا شخصيه الحكم نفسه هتختلف من واحد لاخر. طيب بالاجواء اللي انا فيها دي برضو عايز تتعلق على دي برضو، انا عايز اسمع رايك كابتن سيد. احنا يعني من ضمن الضغوط اللي بتبقى عليك دي، احنا في 2014 كنت بلعب قبل نهائي وفاق ستيف ومازيمبي، مازيمبي وفاق ستيف ماتش العوده في مازيمبي. انت عارف فرقه مازيمبي كان فتره من فترات الفرقه عليها، والامور كانت السنه دي كانوا كويسين قوي جدا، فرقه ولاعيبه، وكان وفاق ستيف كسبان في الجزائر 2-1، ورحنا نلعب قبل النهائي مع الكابتن جهاد جريشي 3-2. جهاد جريشي عامل ماتش عمره، فاكر الماتش ده؟ طبعا. بص يا كابتن سيد، خسر 3-2 بس خد البطوله لو قعدت احكي لك على طقم تحكيم النهارده، انا باذن الله ربنا يكرم تسليم النهارده، لو قعدت احكي لك على كميه الضغوط اللي كانت علينا هناك، واخد بالك؟ وبرغم من كده الحمد لله كابتن مازيمبي جهاد جريشه، كفايه ان انت تقول مازيمبي وانا افهم. الحمد لله جهاد جريشه الحمد لله احنا جهاد جريشه ما تاثرش، ماتش عمره، قعدنا مع بعض وعملنا مباراه الحمد لله، والنتيجه انتهت 3-2، وصعد وفاق ستيف وخد البطوله، خد البطولة في السنه ديت. فعايز اقول لك ان الحكم دايما يخرج نفسه من الضغوط او اي حاجه، لان انت النهارده بتعمل اسمك. النهارده باذن الله بملاك لما ينجح النهارده في المباراه ودي كل فرقه حقها كابتن سيد، ويقدم مباراه، الوضع هيبقى ايه بالنسبه له على مستوى العالم؟ حته تاني خالص بالظبط. طيب خبر عاجل دلوقتي، يعني تامين امني غير مسبوق لبعثه الاهلي في الطريق ان شاء الله الرحمن، تبقى حاجه ايجابيه باذن الله دي حاجه ايجابيه. تامين امني غير مسبوق لبعثه الاهلي في الطريق، واحنا كمان قدامكم بنعرض لكم اللعيبه وهي طالعه. التركيز في وش حسام عاشور، والتركيز موجود على وجه ميدو جابر ومروان وصلاح محسن، وادي سمير عدلي، وادي كل الناس اللي موجوده بتساند وتآزر الاهلي، وادي الاستاذ العمري فاروق، وكل المجموعه وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. حتى لو ما كانتش موجوده في تونس، هي موجوده في مصر هنا. لو ما كنتش موجود بجسمك، انت موجود بروحك هنا، موجود قدام الشاشه هنا، بتشجع الاهلي وبتحب الاهلي وبتساند الاهلي. فان شاء الله الرحمن ده وجودك او احساسك يوصل هناك. دي بعثه الاهلي، احمد حمدي موجود، علي لطفي موجود، كل ده طالع من الاوتيل ورايح للملعب، رايح لملعب رادس، وتامين امني غير مسبوق حوالين الاوتيل وفي الطريق ان شاء الرحمن. زي ما قلت لكم، اثق ان شاء الرحمن باذن الله باذن الله باذن الله في الامن التونسي، واثق كمان في الشعب التونسي، واثق في الجماهير الترجويه اللي موجوده في الاستاد رادس. وكمان في امن من النادي الاهلي على فكره، موجود على لعيب مع لعيبه النادي الاهلي، وده وضع طبيعي جدا في الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها وفي الاحداث اللي احنا بداناها هنا بعد مباراه 2 نوفمبر. لازم ده يكون موجود ان شاء الرحمن، لكن على خير ان شاء الرحمن باذن الله، على خير نحضر المباراه ونلعب المباراه ونيجي بالكاس ان شاء الرحمن، وهي 90 دقيقه من النار داخل الملعب،
داخل الملعب، لكن بره الملعب باذن الله تعالى الاجواء هتبقى محيطه بمباراه كره قدم ليس اكثر ولا اقل. طيب كابتن عوده، عندي سؤال في ده. لما اجي اقول مباراه بحجم نهائي افريقيا وبحجم اقوى بطوله في افريقيا وبحجم الاهلي والترجي وفي بص الامن ده، كل ده امن، كل ده امن موجود طبعا يعني، فانت عندك امن غير مسبوق. السفاره المصريه هناك كمان، يعني سياده السفير نبيل حبشي موجود هناك ومساند الفرقه ومؤازر الفرقه وموجود مع كابتن محمود الخطيب على طول، وله دور كبير جدا 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 في تامين بعثه النادي الاهلي من اتصالاته مع القيادات الامنيه اللي موجوده في تونس. فدور السفاره المصريه اللي موجوده في تونس هناك دور على اعلى 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 مستوى. ان شاء الرحمن يخلص المباراه على خير وتخلص النتيجه على خير ان شاء الرحمن، وبعد كده نتكلم في كل شيء. كابتن عوده، كنا بنتكلم على الاختيارات، يعني مباراه بكل الاحداث اللي بقولها والظروف اللي انا بقولها والنتيجه المباراه الاولى والاحداث اللي يعني بعد المباراه، ما تخلينيش اخد مثلا الصفوه بتاعت هو من الصفوه مملاك من الصفوه او ديسمبر من الصفوه، لكن هو مش رقم واحد. يعني رقم واحد مثلا في تقدير كل الناس جوميز رقم واحد، ليه ما يكونش جوميز هو اللي حكم اللقاء؟ هتقول لي اصل هو حكم مباراه الاهلي وفاق الصيف، ما هو ده حكم الاهلي وفاق الصيف او وفاق الصيف اسمه كده، هو حكم المباراه الاخيره كابتن سيد جوميز اللي هي المباراه العوده الاياب. نعم، حكم مباراه الاياب وفاق الصيف والاهلي في ما بقول لك الجزائر. ما هو ده حكم الذهاب، الثاني حكم الاياب، ده محمد اسامه اداري الفريق، وده ايمن اشرف، وروح احمد فتحي اللي كانت موجوده من شويه، وده احمد الشيخ، وادي مؤمن زكريا. الروح دي ان شاء الرحمن ترجع ببطوله، الروح دي باذن الله ترجع ببطوله. اسلام محارب باذن الله، باذن الله مفتاح النهارده كبير، كريم ندفد وهشام محمد، احمد حمودي، احمد فتحي مش موجود بجسمه لكن موجود بقلبه، ومش موجود بجسمه داخل الملعب لكن موجود بجسمه مع بعثة الفرق. اتفضل يا كابتن. الاختيار يعني؟ ليه ما اختارش رقم واحد او اثنين او ثلاثة؟ ليه اجيب رقم خمسة او ستة في مباراة زي ديت بالاجواء اللي انا فيها باهميتها؟ مش من ضمن الخمسة، مش من ضمن الستة الاوائل. يا شوف ما بقول لحضرتك الستة دول اللي راحوا كأس العالم. هو ما راحش كأس العالم جوميز. بس جوميز خلي بالك عشان السنة دي بس، عشان يمكن السنة دي أول مرة ياخدها أو السنة اللي فاتت. تمام ما أنا بقول لحضرتك هم حاطهم طبقا للريكورد. حضرتك شايفين الأمن ورا الأتوبيس وكل حاجة، اتفضل يا كابتن. ما أنا بتكلم على حضرتك إن دول الستة دول اللي هم دول اللي حكموا كأس العالم، فهم دول المفروض دول الصفوة. فخد منهم، واخد بال حضرتك؟ انا صدق بالله انا اسف ان هقطعك، يعني مع احترامي الكامل للست اشوف ان جوميز ده انا شايف المحاكم كويس جدا يسبقهم بمراحل. ده اتوبيس النادي الاهلي، على يمينه امن وعلى شماله امن وقدامه امن ووراه امن، ده عهدنا بالشعب التونسي او عهدنا بالامن التونسي. اتفضل يا كابتن. لا دي حقيقه انا متفق معاك في كده، ولكن اكيد في اكيد انا عايز اقول لحضرتك الاختيار بيتم ازاي. اللي بيحط التصور ايدي مايه بتاع جنوب افريقيا. لا بتاع شيشل. ايدي مايه من جنوب افريقيا؟ لا ايدي مايه من شيشل. والله طبعا شيشل. لا ده هو صديقي. ليه؟ لان انا اول كل ده انا فاكر ان هو اول بطوله ليه كانت معايا في شيشل سنه، هو كان معايا في سنه 2001. اوكي. ايدي مايه بيحط التصور، وبعدين بتعرض على لجنه الحكام بالكامل، واخد بال حضرتك؟ ومن ضمنهم كابتن عصام عبد الفتاح عضو لجنه الحكام، فبيعرض عليه التصور دوت وبيقول او لا، او لو ليه اعتراض بيتكلم، واخد بال حضرتك؟ فانا بتكلم حضرتك اللي بيحصل في اختيار يعني. بس هو ده اللي بيحصل، فاكيد ان ده مثلا حاطينه مثلا في الكونفدراليه في النهائي، ودي كانت محطوطه من قبل كده، وده ممكن يكون اتغير في اخر يعني ما اعرفش، انا ما اعرفش الكواليس ايه. ولكن هو ده انا وجهه نظري. اما بقى بالنسبه للامن، عايز اقول لحضرتك حاجه، امن تونس مشهور ليه بانه بيسيطر على المباراه طبعا. انا يمكن نفس الموضوع دوت، انا كنت راقبت اخر ماتش تونس وليبيا، كان فيه نفس الاحداث نفس كده، كان الاستاد مليان على الاخر 0-0 الماتش ده، صعد تونس كاس العالم. تونس دخل فيه كاس العالم، ده كان في شهر 11 السنه اللي فاتت، زي ده زي نفس التوقيت ده. الحقيقه كان الامن كان مسيطر تماما، برغم ان احنا برضو كنا بعيد في حته اسمها الحمامات تبعد عن تونس 45 كيلو، 45 قصدي دقيقه علشان نوصل هناك، الا ان احنا كان مسيطر تماما. هو الاوتيلات هناك يا اما في الحمامات يا اما في جمار. بالظبط كده. طيب عايز تقول حاجه هنا، هو بسالك على حاجه كمان، على المساعدين لان مباراهم بيبقى الجماهير. بالنسبه لموضوع التعيينات دي برضه يا كابتن سيد، انا انت حضرتك قلت حاجه جميله جدا، هو طبعا عندي السته وبتاع، انا المفروض انا يعني طبعا مش عدي طبعا اتحاد افريقيا قايم بدوره ولجنه موجوده. انا النهارده عندي زي ما انت بتقول في الوقت الحالي عندي حكم كويس قوي، وكله بيبقى ظاهر معروف طبعا، باستثناء طبعا جهاد جريشه مش هيحكم، يعتبر من افضل الحكام اللي موجودين دلوقتي جهاد جريشه يعني، حتى مباراته بره جسامه، لا جسامه يعني حتى جسامه في كاس العالم
كان قرار فار رجعه وبيلين ورجع في الفتره الاخيره. انا اعتقد انا بتكلم من اثنين مستقبلين. انا اعتقد جهاد جريشة بس يعني جهاد جريشة افضلهم حاليا. انا عندي النهارده جوميز عالي، كان المفروض ان انا كابتن سيد ابعده واخليه الماتش ده صحيح يعني في اعتقادي، يعني في اعتقاد من البدايه اشيله من البدايات، لان انت النهارده ما بتحطش ماتش بماتش. انا المفروض انا اتبنى النهائي، اخطط له النهائي ده العبه لمين زي الدوري المصري. انا النهارده بيحصل ايه في الدوري المصري لما باجي لاعب واحد في الاول المباراه بعد اسبوعين ثلاثه فبتخليه العبه، المفروض ان انا ببص لقدام المباريات القويه. فده بس اللي كنت عايز اوصله. طيب هقول لك برده مع الاختيار ده، يعني كابتن عوده قال لنا ان هو كان ما كانش موجود في كاس العالم، لكن بعد كده اعتقد ان هو موجود بدليل ان هو موجود من السته اللي موجودين في الفار على فكره. أكيد لا كان موجود هو جوميز بنسبه كبيره. وانا عايز اقول معلومه ان الاتحاد التونسي ضغط ان الراجل ده ما يكونش موجود، ان جوميز ما يكونش موجود. ليه؟ لان هو قال لك انت ما حكم مباراه الاهلي وفاق الصيف. وفاق الصيف اسمها، انا بقول دايما وفاق الصيف هي وفاق الصيف. وفاق الصيف اوكي، فحكم لهم. طب الراجل ده برضو ديسمبر حكم الاهلي وفاق الصيف، يعني لو انت بتتكلم بالمعيار ده، طب هو نفس الكلام ده، حكم مباراه الذهاب وده حكم مباراه العوده اثنين. هل من الاولى والدماغ الصح والناس اللي بترتب صح اجيبه مباراه مصر وتونس، وهي مباراه طبعا قويه جدا ما بين منتخبين كبار جدا جدا، لكن اهميتها يعني مش باهميه الاهلي والترجي، لان الاهلي منتخب مصر ومنتخب تونس هم المرشحين ان هم يوصلوا لكاس الامم الافريقيه، لان هم متصدرين المشهد اساسا والمباراه يعني فرقه كبيره وقويه وفرقتين ومباراه قويه وكل حاجه، لكن يعني الاثنين واصلين، لكن دي اختار احسن حكم واخلي الثاني اللي هو ديسمبر كان يبقى بيحكم مباراه مصر وتونس. انا هقول لك على المفاجاه في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. مباراه مصر وتونس ما كانش جوميز هو اللي هيحكم المباراه دي، يا عيني كان موجود اصلا متعين مصطفى غربال من الجزائر. أوكي. وبعد المباراه اللي فاتت تغير الحكم وحط جوميز ما كانش معين لمباراه مصر وتونس، كان الحكم مصطفى غربال الجزائري. فالاتحاد الافريقي غير الحكم الجزائري، الطاقم الجزائري، وجاب جوميز. ده ايه السيطره دي يا عم؟ لا عايز صباح الفل. اوكي كابتن عوده عايز تقول حاجه في المنطقه ديت قبل ما الفقره الاولى تخلص معاك وبعد كده بعد الماتش نتقابل ان شاء الله. انا عايز اتكلم على ما كابتن على الحته الاخيره دي. هو فعلا في الفتره الاخيره دي كان لازم يبعد اي حكم جزائري عن التوانسه، مش لمصلحه الحكم ولا مصلحه عشان حتى ما الماتش ما يبقاش شادد منه. ده وجهه نظري. انا قلت ان هم متعين ما كانش متعين، لما بقى يتغير يجي جوميز او ما يجيش دي مش اوكي. عم العرجون كان موجود في 2007 وراح كاس عالم بعد كده. لا ما راحش كاس عالم. ما راحش كاس عالم والله. اللي راح الازاز. بس العرجون على فكره من الناس المحترمه جدا للامانه يعني. حدا انما بقى ما كانش موفق في الماتش ده النهائي وكلام ده، دي حاجه ثانيه. لكن للامانه الراجل ده من الناس اللي انا عشرته وعرفته كويس جدا، محترم جدا جدا ومتدين جدا. الله المستعان. ماشي. نحسبهم كله على خير. على العموم كابتن عوده شرفتنا بالجزء الاول، بعد اللقاء ان شاء الله الرحمن هنتواصل مع حضرتك باذن الله. ان شاء الله باذن الله نبارك لمصر، نبارك لنا كلنا باذن الله، نبارك لمصر كلها يعني ان شاء الله. كابتن ايمن شرفتنا، ونتقابل ان شاء الله الرحمن مره ثانيه بعد المباراه باذن الله. باذن الله نتقابل بعد المباراه، وكاس يكون في الطريق الى القاهره باذن الله. يا رب ان شاء الله الرحمن. هنطلع فاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا كابتن يعني حماده صيدي وكابتن محمد حشيش وكابتن اسامه حسني، والتحليل التفصيلي للمباراه المرتقبه والمنتظره. وقول زي ما انت عايز في نهاية افريقيا الاهلي والترجي التونسي، كل حاجه خاصه بالتشكيله، كل حاجه خاصه بهنا وهنا ما بين الاهلي والترجي، مع كابتننا بعد الفاصل اللي جاي.